الشكر لسيادة الوزير وزير شؤون المرأة، وجزيل الشكر للأستاذة كولار، وجزيل الشكر طبعا للأستاذ سام لحود. قالوا كلام عظيم وجميل عن المرأة وعن مصر وعن السينما وعني، فده شيء كتير. أنا بشكرهم بقول لهم ده كتير عليا جدا، وسعيدة قوي بوجودي في وسطيكم. سعيدة إن يبقى في مهرجان لسينما المرأة في لبنان، البلد الجميلة المتذوقة للجمال وللفن. احنا بدأنا السنة اللي فاتت في مصر، كان أول سنة يعني أول دورة، واخترنا أسوان إن يبقى مهرجان أسوان لسينما المرأة، وأنا كنت الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان. واخترنا أسوان لأنه بلد الحضارة والتاريخ، وإنه أول امرأة نحس بقوتها، أول امرأة تحكم في العالم كانت الملكة الفرعونية، الملكة حتشبسوت. فأول امرأة حاكمة خرجت من مصر، زي ما قال الأستاذ سام إن في حضارة فرعونية عريقة وفي حضارة فينيقية عظيمة في لبنان. لو الحضارتين دول تلاقوا مع بعض، أنا متأكدة إن إحنا هنقدر نعمل شيء عظيم، هنقدر نقدم فن جميل. وطبعاً أنا تلميذة صغيرة للأساتذة الكبار اللي صورهم على المسرح، وخصوصاً في الإنتاج، يعني السيدة أسيا داغر والسيدة ماري كويني، يعني نجمات عظيمات في الإنتاج، وإحنا فعلاً كلنا بنبقى تلامذة ليهم وبنتعلم منهم. ونفسي أقدم فعلاً سينما جميلة تسعد الناس. أنا بنتج أفلام، مش مهم عندي إن هي تكون أفلام تجارية أو تكسب، مش مهم المكسب المادي، ولكن يهمني المكسب الأدبي، ويهمني إن أنا يعني أقدم صورة جيدة للسينما مش مجرد تجارة. أفلامي بتكسب أدبية الحمد لله. فيلم اللي هتشوفوه النهاردة يوم للستات حصل على 18 جائزة في مهرجان دولي، مهرجانات دولية عديدة، وسافر حوالي 20 مهرجان، ولا زال كاملة لسه جاية من السويد الأسبوع ده، وطلع الأسبوع الجاي سويسرا واللي بعده كندا. كل يوم بسافر مع الفيلم في مهرجان، سافرنا بيه مهرجانات عديدة، والحمد لله ان قدرنا نقدم فيلم يا رب يعجبكم. وانا بحبه بشكل خاص. انا على فكرة احنا 10 ابطال وبطلات، يعني مش انا البطلة لوحدي، ولكن انا جزء صغير من الفيلم، لكن كل العاملين في الفيلم اخذوا فيه جوائز. طبعا انتوا استغربوا قالوا ايناس شاهين، يمكن عشان الناس ما تعرفهاش، انتوا بتعرفوا اللي قدام الكاميرا بس. ايناس هي الستايلست بتاعت الفيلم وشريكة في الانتاج طبعا في شركة شاهين فيلم. وكاملة حبيبتي انا عايزة اشكرها جدا، كاملة فعلا في مصر هي اهم مخرجة في الوقت الحالي، قدمت افلام حقيقي جميلة، يعني مشرفة لكل السينما العربية. اذا كان يوم للستات اخذ 18 جايزة، فالفيلم اللي قبله 1-0 حقق طفرة غير مسبوقة